السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده يا رب. عالم بصفاء اللي نشارك معكم ان شاء الله الكسكسو ديال الشعير، ماشي البلبوله، كسكسو ديال الشعير بالجديد. وما عليكم غير تتابعوا ان شاء الله الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تحصلوا على الوصفه كامله مكمله، وغتجربوها وغتشكروني عليها، تيجي غزال البنات. طريقه بسيطه وسهله ولكن راه البنه رائعه ما شاء الله. درتو بالجديد، الجديد راه ما شاركتوش معكم هذا العام، راه في تحط داك العام. وشكرا لكم خوتي وخواتاتي، ومبروك عواشركم وجمعه مباركه علينا وعليكم، باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه والهلي خطيكم عليا. المتبعين ديالي شكرا لكم، خارج المغرب وداخل المغرب، القريب والبعيد، شكرا لكم بزاف. المهم هذه قصيريه غزاله البنات، تاكلوها بالصحه ناكلوها حنا بالصحه والراحه، وانتم المتبعين ديالي الله يخلي لكم عويناتكم وصحيحتكم، وشكرا لكم والهلي خطيكم عليا. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرها، ما عليكم غير تشجعوني وتخليو ليا تعليق محفز القناه ولي لايك البنات والبارطاج مع العائله والاحباب، ولهلا يخطيكم البنات. بسم الله على بركه الله، ندوزو للطريقه كيفاش غنحضر. الله على بركه الله خواتاتي، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكسكسو بالجديد ديال العيد اللي حضرتوه نتوما تبارك الله، كرمه تخرشش رطبته في الماء. بسم الله على بركه الله خواتاتي، بسم الله على بركة الله خواتاتي، اليوم ان شاء الله شارك معكم الكسكسو بالجديد ان شاء الله. انتم صايبتو شوفوا تبارك الله كرم وجع علم زوينات وي البنات، ما نقولش ليكم ما شاركتوش معكم في القناه، حكفايتي شاركتو معكم داك العام، غتمشيو للقناه ديالي غتلقاو البنات. ورطبتو في الزيت وفي الماء، وهنا عندي خيزو القرعه، ما عنديش خضار القرعه، القرعه الحمراء ما كايناش، وغندير واحد نص تنجاله واحد البطيطه كسكسو عادي ديال الدار. هنا البنات المطيشه حكيت ربعه الحبات ديال المطيشه، وهنا عندي حبه ديال البصله اللي غنشلطها على هذا الشكل، حبه كبيره البنات، غديروا جوج حبات باش تقلي الكسكسو ديالك عادي. انتم شوفوا البصله راه جديده زوينه تبارك الله ما شاء الله غزاله. ماما نعم ماما نعم. وهذا الكسكسو البنات مشيت لواحد المكازا كبيره وبقيتو ديال القمح، ها هو غادي نوريه لكم السكيلو، غادي نديرو نطيبو اليوم ان شاء الله كسكسو ديال القمح. وعندي هنا التوابل ماما، صافي هنا البنات داك الجديد ديالي ها هو شتو، وندير حبه ديال البصله ما غندير نص ديالها، ما طيش غندير نص ديالها، نص ديالها خليت نديرو مع الخضرة. نزيد لكم الكاميرا شوية هنا باش غندير التوابل هنا البنات، غندير سكنجبير وغندير الإبزار، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال راس معلقه ديال الكمون. البنات جربوا الكمون راه تيجي زوين، جربوه على طريقتي وردوا عليا الخبر. ها هو وهنا البنات راس معلقه ديال التحميره، هي الفلفله هذه فلفله مطحونه، وهنا الخرقوم معلقه تا هويا، والملح راه غندير غير شويه حيت انا القديد مكثره فيه الملح، هانتوما شويه الملح ماشي بزاف، وغندير واحد شويه السمن. صافي البنات، وغندير هنا الزيت واحد نص كاس ديال الزيت الزيتون والزيت الروميه، ونردو يتقلى وهانتوما معايا. صافي هنا البنات انا خويت الكسكسو ديال القمح ديال الشعير، ياك هذا من الشعير، شوف شحال زوين لقيتو فواحد الصندوق جبتو. وغادي البنات راكم عارفين راه حفيت حاطه لكم الكسكسو تيتغسل، غادي نغسله جوج مرات ونخليه يتسقطر وينشف وصافي. والبرمه ديالتي راه درت فيها الماء باش تغلى ونفورو ان شاء الله. بغيتو حتى تدهنوا بشويه الزيت، ملي يتسقطر دهنوا بشويه الزيت، دهنوا بشويه الزيت معليش، دهنوا بشويه الزيت ونديروه الفور، وراه تيطيب بسرعه وتيجي ما تياخذش حتى لاصوص بزاف الكسكسو قد ما غسلناه،
وخليناه بالبوله ولا كسكسو مي مرحطه لكم في القناه. نعاود نذكركم تتغسلوه كسكسو ولا بالبوله وتخليوه ينشف ودهنوه بشويه الزيت وتردوه. والله الا البنات الا تيجي حتى لاصوص يكون خاطر ما يكونش داك لاصوص جاري وتيشرب دغيا ويجي زوين. المهم صافي انا دابا غادي نغسلو ونخليه يتسقر ونديرو فرن ونعاود نتلاقاو. صافي انا البنات هو رويت بيطرو ديال الماء اللي طايب صافي وغنخليه نسد عليه واحد 30 دقيقة عاود نحل وندير الخضرة ان شاء الله. نتوما معايا شتو والكسكسو هو اللي غسلتو هاهو شتو تبارك الله راه تيجي زوين غسلتو وسقطرتو هاهو شتو. متخافوش منه كسكسو ولا بلبولة ولا هانتوما شتو تبارك الله هانتوما شتو وتيعطي تيقبع وتيعطي البنات تجي الطريقه زوينه. نتمنىكم تجربوا وتردوا عليا ان شاء الله الخبر. صافي هنا البنات انا الكوك ديالي حليت عليها بعد ما دازت 30 دقيقه نتوما تبارك الله كيفاش يجي. البنات المبتدئات تبارك الله تبعوا الطريقه ديالتي والله يا البنات غنتنجح معاكم ان شاء الله. صافي غادي دابا ندير الحمص البنات اللي في الزكاه وغادي نزيد مطيشه محكوكه ني تبارك الله ما شاء الله ما نقولش لكم البنات واحد الريحه طالعه طيبه تبارك الله. غنزيد واحد شويه الحار ما عنديش المزاود شويه انتما ماشي بزاف صافي وغادي القرعه تبارك الله انتما ما شاء الله القرعه الحمراء ما كايناش البنات تقولوا مفقوده هنايا. صافي هاد الريع ديال الدنجال كندير ليه بحال هكا خيزو من بعد الحال في شي بلاد راه كاينه الخضار متوفر عندكم ديروه. المهم الطريقه تجي زوينه ديال لاصوص تجي غزاله مكاينش الناس بزاف ما غير قليل هانتوما صافي بحال هكا راه وحده اخرى زعما غنديرها غير شنو ندير ندير ليها شي كراطان شحال من مصيرش البصل مصيرش شويه بنتي بشويه صافي واحد شويه الملح واحد كاس ديال الماء هو اللي غنزيد صافي البنات صافي ودرت شويه الربيع مقرط مكاينش عندي ربيع طري غير في الثلاجه مقرط درتو حتى هويا وغنردو يطيب وهالكسكسو ها هو فارن غنوريكم ان شاء الله حتى هو. ها هو البنات الكسكسو ديالتي ها هو طلع شوفوا تبارك الله ما شاء الله. المهم لي تواجد هنا في ايطاليا هاد الكسكسو ديال الشعير راه كاين في ديسبار كاين في هادي سميتها كوناد زوين يا البنات والله الا فنا نتوما خليتو الفوره الاولى طلع مزيان صافي دابا بحال جوج فورات غندير لي صافي درت لي الفوره الاولى دابا غادي ندير ليه الملح على حسب الذوق وغادي ندير ليه الماء كويس تاع الماء اللي درتها نتوما حيت هذاك الغسيل اللي درت ليه واعر البنات غير جربوه والله رحمه الوالدين رفعني لهم الجمعه هذا الكسكسو درتو شو نتا غنلوحو لكم الله اعلم. المهم وطبقوها البنات وجمعه مباركه علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالسلم والسلام ان شاء الله. واش ما تمنيتو يا ربي عالم ام صافات تقول لكم غير تعاو معاها الله يوفقها في القناه ديالها وشكرا لكم بزاف واللي خطيكم عليا المتبعين ديالي صافي هانتوما شفتوا. وانا غادي نخليه شويه يرتاح والا خاصو الماء غنزيدو شي نص كاس ديال الماء. المهم هو صافي تبارك الله هانتوما والله الا طاب البنات بنين بنين ما غنزيدو والو البنات صافي نخليه حتى ينشف ونزيد ليه شويه الزيت زيت العود واو خطير يا البنات فن
علم زويناتو فيه بحال حتى الحمراء ديري فيه حتى الحمراء. طيب ما شاء الله طاب البنات الا موجود صافي. في البنات ها هو الكسكسو ديالي طاب غادا نصفيو تيجي زوين البنات تيجي زوين بزاف هاد الكسكسو رائع. ترا طيب ما يحتاجش لاصوص بزاف نقولش لكم البنات ولا بحال ديك الشحيبه ملي تمسوه تبارك الله ما شاء الله زوين 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 بزاف. ياكل الصالحين من اكونات اللي تيتواجد هنا في ايطاليا راه كاين في اكونات راه زوين جربوه والله الا غزال. صافي البنات هانتوما لاصوص تبارك الله كي مجبن وزوين هانتوما غزال يا البنات ديروا هاد الطريقه راه زوينه نتمنىكم تجربوه. واخا ما كايناش كاع كما قلت لكم اللافت وما كاينش القرعه وما كاينش ولكن راه جربوا هاد الطريقه تجي غزاله يا البنات ما شاء الله. البيضه اللي درتها هي هي هنايا يا سلام على ريحه ديال القديس شحال زوينه يا البنات. واخا حنا في الغربه راه تنديروا التقاليد المراه ربت بيت راه التقاليد حال ديال المغرب وكاين الشمس حار دغيا كرم ما خاطش الوقت بزاف. انتم البنات وردوا عليا الخبر وقولوا لي كي جاتكم هاد القصيريه تبارك الله ما شاء الله. والجديد انا مطوله باش ما يتفتش من يكون طيب ما يتقطعش لينا يبقى يبقى صاين بحال هذاك القديد تيكون داير تيكون صغير دغيا تيذوب. كل واحد الاختيار ديالو في القديد. شوفوا لاصوص البنات كي داير تبارك الله ما شاء الله. وانا ما غاديش نسقي بزاف غندير شويه لاصوص في الجبانيه اللي بغى شويه ياخذ بلا ما حك الكسكسو شارب مخير بزاف كاع. ايوا البنات قولوا لي كيفاش جاتكم وجمعه مباركه وشكرا لكم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ودي من مع الجديد والهلا خطيكم علينا وديروا لي لايك وتعليق زوين محفز للقناه وشكرا لكم بزاف وبالسلامه عليكم خوتي وخواتاتي القدام والجداد الهلا خطيكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ودي من مع الجديد. السلام عليكم خوتي وخواتاتي نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكونوا في صحه جيده يا رب عالم بصفاء. اليوم نشارك معكم ان شاء الله الكسكسو ديال الشعير ماشي البلبوله الكسكسو ديال الشعير بالجديد. وما عليكم غير تتابعوا ان شاء الله الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تحصلوا على الوصفه كامله مكمله وغتجربوها وغتشكروني عليها تيجي غزال البنات. طريقه بسيطه وسهله ولكن راه البنه رائعه ما شاء الله. درتو بالجديد الجديد راه ما شاركتوش معكم هذا العام راه في تحط هذاك العام. وشكرا لكم خوتي وخواتاتي ومبروك عواشركم وجمعه مباركه علينا وعليكم باش ما تمنيتو بالصحه والسلامه والهلا خطيكم عليا المتبعين ديالي شكرا لكم خارج المغرب وداخل المغرب القريب والبعيد شكرا لكم بزاف. المهم هذه القصيريه غزاله البنات تاكلوها بالصحه وناكلوها حنا بالصحه والراحه وانتم المتبعين ديالي الله يخليكم عويناتكم وصحيحتكم وشكرا لكم والهلا خطيكم عليا. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرها ما عليكم غير تشجعوني وتخليوا لي تعليق محفز القناه ولي لايك البنات والبارطاج مع العائله والاحباب والهلا خطيكم البنات. بسم الله على بركه الله ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرها.